26 يناير 2012، اليوم اللي بعد اليوم الجميل اللي حصل امبارح، وتجمع عدد كبير جدا 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 من المصريين في كثير من ميادين مصر. أخبار طبعا متنوعة، ولكن بتصب في الأحداث الهامة اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية. معايا الصحفي المشرفنا في الاستوديو الأستاذ أشرف البربري، رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. حضرتك كنت موجود في الميدان امبارح ولا ما كنتش موجود؟ والله تواجدت فترة قصيرة عشان تزامن مع الشغل، أنت عارف. تزامن مع الشغل. أه بالظبط. عندنا على فكرة عدة أخبار من جريدة الشروق، ولكن بنبتدي من جريدة الأهرام. صفحة أولى: الشعب يريد استكمال الثورة. الشروق صفحة أولى: العسكري يجدد تعهده بتسليم البلد لرئيس منتخب في 30 يونيو. المصري اليوم صفحة أولى: الإخوان تخسر الموقعة وتكتفي بالأغاني الوطنية، والثوار يسيطرون على التحرير وهتافات ضد البرلمان. المصري اليوم صفحة 3: مجلس الشعب يتعهد بتحقيق الانتقال الكامل للسلطة. الشروق صفحة 3: أنصار الجهاد في سيناء تبايع الظواهري. أنصار الجهاد في سيناء تبايع الظواهري. خبر غريب قوي دي. الأهرام صفحة 3: حيتان الأراضي يستغلون انشغال الأمن ويفجرون مباني بالضبعة. المصري اليوم صفحة 3: أعضاء بالكونغرس ينتقدون محاولات الضغط لتحسين صورة الحكومة المصرية. المصري اليوم صفحة 3: خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبلة على طائرة ليبية بمطار القاهرة قبل إقلاعها وعلى متنها 156 راكبا. الشروق صفحة أولى: إسرائيل مستعدون للحوار مع أي طرف بمن فيهم الإخوان. أستاذ أشرف، الشعب يريد استكمال الثورة. طبعا لازم يريد استكمال الثورة، لأن الثورة بعد مرور سنة حققت طبعا بعض أهدافها، لكن الجزء الأكبر والأصعب لم يتحقق. حققنا برلمان منتخب انتخاب حر ونزيه، وده هدف. لسه ما حققناش الانتقال الكامل للسلطة، لسه ما حققناش العدالة الاجتماعية ومستوى معيشة أفضل لكل المصريين. لما قلنا زي ما احنا بنقول عيش حرية عدالة اجتماعية، يمكن نكون حققنا قدر من الحرية، لكن العيش والعدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد. ولكن في نفس الوقت هذه أهداف طويلة المدى. يعني الحقيقة أن الحرية العدالة الاجتماعية لا يجب أن نظل معتصمين في ميدان التحرير حتى تتحقق العدالة الاجتماعية. دي مسألة هتحتاج سنين. فالشعب يريد استكماله. الحاجة التانية أنه امبارح الحقيقة هو لم يكن إحياء ذكرى الثورة، هو إحياء للثورة. لأنه المشهد في شوارع مصر وميادينها كان أكتر من رائع. أثبت من جديد أنه قادرين على الاحتشاد، وقادرين على النزول للشوارع، وانه المقوله اللي كنا بنرددها طول السنه وكان في ناس بتتشكك فيها، انه ميدان التحرير مش بعيد، بمعنى انه عند اي تلكؤ من اي سلطه، سواء السلطه الحاليه او السلطه اللي هننتخبها او ايا كان، فاحنا قادرين على ان احنا ننزل الشارع ونفرض مطالبنا على السلطه. وده انجاز مهم جدا، او نتيجه مهمه جدا لما رايناه امبارح. حضرتك رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. طيب، هو احنا لو رجعنا كده في خلال السنة سريعا عشان ننتقل للأخبار التانية، لو رجعنا في خلال السنة دي وقلنا 1 2 3 4 حاجات حققتها الثورة إلى الآن، هتكون واحد إطلاق سراح أكتر من 1500 معتقل سياسي. صحيح دخل دول امبارح، لا دول على مدار السنة، يعني الجماعات الإسلامية اللي هم عانوا الحقيقة على مدى 30 سنة من الجماعات الإسلامية، ناس دخلت السجن واتنست، في ناس كانوا معتقلين موجودين ليست لهم أوراق. هنقول إن احنا قاضينا على الفساد بدرجة كبيرة. هنقول إن احنا انتخبنا واحد حقنا انتخابات نزيهة العالم كله أشاد بيها، كده بقى ثلاثة. هنقول إن احنا عندنا حرية أحزاب جيدة. هنقول ان احنا انهينا حكم الطوارئ اول امبارح. كويس، هما اربعة. دول اربع نتائج مهمين. مهمين. طيب، ولكن الـ المطالب الاخرى ممكن تكون بتاخد وقت مثلا. بالظبط، يعني العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة محتاج وقت.
كان ممكن طبعا نقدر ناخد خطوات في المساله ديت، بنطالب بقالنا سنه بحد اقصى للاجور وحد ادنى للاجور، يعني كان ينفع نبدا. هو المشكله في نقطه العداله الاجتماعيه انه لحد دلوقتي احنا ما خدناش خطوه في اتجاه تحقيق هذا الهدف اللي هو طويل المدى. وانت نسيت حضرتك محاكمه النظام السابق، يعني اعوانه. محاكمه النظام السابق، اصل هو يعني احنا ارتضينا القضاء وارتضيناه حكم وقلنا ان هو ادار انتخابات نزيهه. اذا انا واثق في القضاء في انتخاباته، انا اثق فيه وهو بيتعامل مع ملف المحاكمات العسكريه، المحاكمات رموز النظام السابق، وهم مسجونين في الاخر موجودين تحت طيب. ايدينا. يعني نكمل الشروق صفحه اولى، العسكري يجدد تعهده بتسليم البلاد لرئيس منتخب في 30 يونيو. طبعا هو ليس اختيارا من المجلس العسكري خصوصا بعد امبارح. يعني اذا كان في حد في المجلس العسكري كان يتصور انه الناس ممكن تقبل باستمرارهم، وانه يعني خصوصا ان احنا نتذكر البيان المشير في احداث محمد محمود لما قال انه احنا ممكن لو الناس اصرت احنا نعمل استفتاء شعبي على استمرارنا حتى 30/6. اعتقد ان هو مش محتاج مساله الاستفتاء، لانه الاستفتاء تم امبارح بالفعل والناس صوتت ضد استمرار المجلس العسكري. فيعني كلام المجلس العسكري جيد لكنه ليس جديد وليس تفضلا من المجلس العسكري، المجلس العسكري راحل راحل. تمام. من وجهة نظرك هل تؤيد انه نستنى لغاية شهر 6؟ انا اؤيد طبعا استمرار، اصل هو يعني في الاخر الحقيقة انه الناس اللي بتطرح الطروحات البديلة كلها طروحات تسبب مزيد من الارتباك. يعني لما بنقول انه نسلمها لرئيس مجلس الشعب، ده معناها الحقيقة ان انا بسلم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لفصيل سياسي واحد اسمه الاخوان المسلمين. وده مش صح. لما بقول انه نسلمها لمجلس رئاسي مدني، مش معقوله نرجع ننتخب تاني او نرجع تاني لنقطه الصفر. هل الثوار اللي نزلوا ميدان التحرير اللي بيطالبوا بانه العسكري يسلم السلطه دلوقتي حالا هم مش عارفين الاجابه اللي حضرتك بتقولها دي؟ شوف، في حاله ثوريه بتسيطر على الانسان ممكن في الاخر تسبب نوع من التشويش على رؤيته للامور، او ان انا ببقى خايف من حاجه من عدو محدد او من شخص ما فالجا، فنبقى كمان يستجيروا من الرمضاء بالنار. نعم. يعني هو متصور ان المجلس العسكري ده أسوأ حاجه في الدنيا، فبيلجا لخيارات قد تسبب مشاكل اكتر. من المصري اليوم صفحه اولى، الاخوان تخسر موقعها وتكتفي بالاغاني الوطنيه والثوار يسيطرون على التحرير وهتافات ضد البرلمان. يعني هو طبعا الحقيقه انه اللي حاصل انه في نوع من التمايز في المواقف بين الاخوان المسلمين وباقي قوى الثوره، لكن برضو في نفس الوقت لا يجب ان احنا نعزل الاخوان عن الاخوان المسلمين كحركه وكجماعه وكشباب، كانوا موجودين وجزء من نسيج الثوره ونسيج المجتمع ميدان التحرير. لكن طبعا بعد سقوط حسني مبارك على وجه التحديد بدأت الناس، هو ده كان الهدف اللي كانت كلنا مجمعين عليه. ينفع ان احنا نختلف، ينفع انه يكون رؤية الاخوان المسلمين لمسار العملية السياسية مختلف عن رؤية حركة 6 ابريل، عن رؤية شباب الثورة، دون ان انا اعتبر ان ده نوع من الانقسام. نعم. مدام بيتم التعامل معاه واحتوائه في اطار من الديمقراطية او التفاهم وعدم التخوين المتبادل يعني. نعم. انا بس اعتقد انه كثير من الناس ممكن يعلقوا على تخسر الموقع. ايه تخسر الموقع دي؟ احنا داخلين حرب. بالظبط. ما هو يعني انا يعني احنا مش المفروض ان احنا كلنا، هو مثلا الاخوان المسلمين ما كانوش موجودين في ثورة 25 يناير مثلا موجودين وهم في موجودين في الاحتفال بس. وفعلا وهم كانوا هم يعبروا في كل الاحوال عن طيار من الناس اللي نزلوا ميدان التحرير. يعني الحقيقه انه في ناس كتير من اللي كانوا في ميدان التحرير هم كانوا موجودين للاحتفال بذكرى الثوره. نعم. مش كلهم كانوا موجودين علشان يسقط حكم العسكر، ودي حاجه مميزه جدا وحاجه مفيده جدا. بالزبط. وحاجه صحيه انك انت نازل تعبر عن رايك بغض النظر عن بالظبط. يعني مش ما كانش يجب طبعا بس ان احنا نصور المساله على انها خناقه. تمام. هو اختلاف وجهات النظر. المصري اليوم صفحه 3، مجلس الشعب يتعهد بتحقيق الانتقال الكامل للسلطه. هو طبعا مجلس الشعب ده يعني ده بيرد على العنوان اللي فوق عندهم في نفس الجورنال الحقيقه. نعم. مجلس الشعب الذي يسيطر تمثل الاخوان الاغلبيه فيه يتعهدوا بتحقيق الانتقال الكامل للسلطه، لكن وفقا للجدول الزمني المطروح او يعني المطروح حاليا حتى الان اللي هو في شهر 30 يونيو على اقصى على فكره 30 يونيو ده على اقصى تقدير. نعم. يعني ينفع انه الانتخابات انه يتم تسليم السلطه في منتصف مايو او في منتصف يونيو. تمام. لما ننهي انتخابات مجلس الشورى وننهي انتخابات الرئاسه. استاذ العزيز استاذ اشرف، هو مجلس الشعب ايه اقصى حاجه ممكن يعملها او ايه الصلاحيات اللي ممكن يعملها المجلس الحالي؟
لا المجلس هل الحالي انا عارف ان هو المفروض السلطه التشريعيه جات له، وانا عارف انه هو السلطه الرقابيه جات له بالظبط خلاص، الجيش سياده المشير طنطاوي اداله السلطتين دول وهو يقدر يتصرف فيهم زي ما هو عايز، لكن هل مجلس الشعب يستطيع ان هو لو الوزاره الحكومه الحاليه مثلا مقصره في تاديه واجبها بشكل او باخر، هل عندهم السلطه ان هم يشيلوهم؟ لا وفقا للاعلان الدستوري هم يعني هو احنا عندنا لانه احنا النظام المصري اللي كان قائم هو نظام رئاسي، فهو رئيس الجمهوريه الذي يعين ويقيل، لكن المفروض انه الحكومه في بدايه عملها بتدلي ببيان قدام مجلس الشعب، والمجلس اذا رفض هذا البيان تسقط الحكومه. لكن الحقيقه الاهم بقى انه مجلس الشعب يستطيع، انا عايز اقول لك على حاجه، مجلس الشعب يستطيع محاكمه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه باعتباره قائم بعمل رئيس الجمهوريه بتهمه الخيانه العظمى. إذا اجتمع إذا اتفقت ثلثي أعضاء مجلس الشعب على توجيه هذه التهمة، وده الكلام اللي اتطرح في التعامل مع ملف حسني مبارك. اعتقد انه مش من الاختصاص ان هم يوجهوا الاتهام، هم يوجهوا الاتهام ولكن ممكن يكون في حد بيطرح أسئلة ويطلب مثلا من القادة العسكريين ان هم يجوا مثلا يقولوا لنا. ده احنا بنتكلم على لا بشكل يعني نظري. لا انا بيقولوا لنا مثلا نتيجة التحقيقات اللي حصلت طبعا في لا لا ماسبيرو في كذا في كذا، انما اتهام ده مش من لا لا ده انا بقول باعتبارهم، خلي بالك باعتباره المجلس العسكري هنا يمثل رئيس الجمهورية، نعم يعني هو من حق مجلس الشعب محاسبة رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي الأعضاء، لكن طبعا ومن حقه يعمل لجنه تقصي حقائق ويستدعي من يشاء. وعايز القوات المسلحه في البدايه وفي النهايه هي جزء من السلطه التنفيذيه الخاضع لسيطره مجلس الشعب ورقابته. استاذ اشرف ارجوك فسر لي الخبر اللي جاي ده، وخصوصا ان هو جاي من الجريده اللي حضرتك تابع ليها، الشروق صفحه 3، انصار الجهاد في سيناء تبايع الظواهري، ده ايه يعني ايه الكلام ده؟ هو طبعا في جماعه اعلنت عن نفسها بانها انصار، تسمى انصار الجهاد في شبه جزيره سيناء، وانها فرع من تنظيم القاعده، وانها بتبايع ايمن الظواهري كامير لتنظيم القاعده. طبعا الخبر مقلق للغايه، خصوصا انه سيناء في السنه الاخيره تشهد حالة مبالغ فيها من الانفلات الأمني والخروج عن السيطرة، نظرا لانشغال أجهزة الدولة فيما يجري في القاهرة. نعم. لكن برضو الحقيقة برضو احنا الناس بتوعنا هناك بيقللوا من أهمية هذا الخبر، اللي هو في الآخر هو في الحقيقة كان خبر على موقع أو رسالة على موقع من مواقع الجامعات المتطرفة، رصدوا مركز دراسات أمريكي معني بمتابعة هذا الأمر، لكن ما فيش وجود على الأرض تم رصده يعني مثل هذه الجامعة. طب بما انه ان هو حاجة لا يعني ما نخافش منها قوي للدرجه دي، طب ليه احنا حاطينها انصار لا هو الجهاد في دي سيناء لانه تبايع الظهر؟ ليه لانه التضخم لا بقى ما دام هو لانه لانه الموضوع؟ لانه, لأنه سينا، انا بقول لك سينا الايام دي فيها حاله من الانفلات العام، يعني في موقع الرئيسه ده منفذ امني كمين يعني اتعرض للهجوم 7 مرات في 3 ايام بالاسلحه الرشاشه الثقيله. فبنقول انه سينا يجب ان تحظى بقدر من الاهتمام، وان يجب ان احنا نعيد الاهتمام والتركيز عليها، لانه سينا ظهور جماعات اسلاميه فيها هيبقى نعم خطير جدا بسبب طبيعتها الجغرافيه وطبيعتها القبليه. الأهرام صفحة أولى صفحة 3، حيتان الأراضي يستغلون انشغال الأمن ويفجرون مباني بالضبعة. هو تقريبا شبه العنوان بتاع الشروق، اللي هو هذه المجموعات السيئه والرديئه التي تستغل فرصه ظروف البلد. فما يجري في الضبعة طبعا مشكلة كبيرة، في حالة من الإحساس بعدم وجود الدولة يعني، فكل حد نفسه في حاجة بيحاول ياخدها. تمام استاذ اشرف، انا ناقص لي دقيقه وعندنا 3 اخبار، انا هستاذنك ان انا اخد الخبر رقم 8، المصري اليوم صفحه 3، خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبله على طائره ليبيه بمطار القاهره قبل اقلاعها وعلى متنها 156 راكبا. دي هديه من ربنا للثوره والمصر، ان احنا الحمد لله يعني انقذنا او يعني نجونا من، كانت هتبقى كارثه، لانه حتى لحد دلوقتي القنبله هم مش عارفين، هم لقوها قبل اقلاع الطائره في حمام الطائره، ومش عارفين اذا كانت جايه من ليبيا ولا اتحطت من مصر، لكن المؤكد انه الحمد لله تم كشفها قبل اقلاع الطائره وتم انقاذ حياه 156 راكب يعني. استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا نهارك سعيد، النهارده
عندنا زي ما انا قلت الاحداث اللي موجوده على الساحه في مصر بتنقسم الى 3 مواضيع هامه جدا، وهو مجلس الشعب، المحاكمات، النظام السابق، وميدان التحرير. لو حضراتكم عايزين تعرفوا رد القانون على اللي قاله فريد الديب في ان الرئيس السابق اللي بيتحاكم دلوقتي مازال في الحكم، فتابعوا الفقره الخاصه اللي انا هستضيف فيها انا وزميلتي عايده الأستاذ الدكتور محمد عيسى الفقيه الدستوري. نهاركم سعيد.